شارك الآلاف من المواطنين في الزرقاء بمسيرة كلنا معك التي دعا إليها مجلس المحافظة من شارع السعادة وصولا إلى ميدان الجيش، وذلك تأييدا لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تجاه القدس والمقدسات. تحت شعار كلنا معك شارك الآلاف من الفعاليات الشعبية في محافظة الزرقاء بالمسيرة التي انطلقت من شارع السعادة إلى ميدان الجيش، ودعا إليها مجلس المحافظة لدعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. أطلق مجلس محافظة الزرقاء مبادرة مسيرة للوقوف مع الثوابت التي أطلقها جلالة الملك من الزرقاء. نعم، جلالة الملك تحدث من الزرقاء وكان الرد مدويا من الزرقاء، لنقول للعالم كله نعم نحن كلنا مع قائد الوطن، نحن معك. هذا كان شعار المسيرة الحاشدة التي انطلقت اليوم من الزرقاء. مشاركتنا اليوم هي عبارة عن دعوة من مجلس المحافظة بعد ما زيارة سيدنا للزرقاء، اللي احنا تلقينا من زيارة سيدنا رسالة عظيمة. سيدنا تحزن فينا، بيقول لك أنا عندي ضغوطات خارجية، مطلوب مني أوافق على الوطن البديل وعصب قتل القرن. اليوم الشعب الزرقاوي العظيم طلع بكل مكوناته وكل أطيافه حتى يقول لسيدنا كلنا معك وكلا للوطن البديل. المشاركون في المسيرة أكدوا أن رسالة جلالة الملك الأخيرة في الزرقاء دفعتهم للخروج وإيصال رسائل واضحة للمجتمعات الخارجية، وأن المواطنون خلف قيادتهم في كل المحافل. لا للتوطين، لا للوطن البديل، نعم للوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات، نعم للقدس بأن تكون عربية هاشمية إلى الأبد. اليوم أثبت أبناء الزرقاء أنه كل الشعب خلف القيادة الهاشمية، وهذه رسالة احنا بنوصلها لكل العالم، للشعوب العربية والشعوب الغربية، أنه أبناء الأردن كلها خلف القيادة الهاشمية، ولن نقبل إلا الهاشميين يكونوا أوصياء على القضية الفلسطينية. شعارات وطنية ومؤيدة لمواقف الملك وأخرى رافضة للتوطين والوطن البديل، هو مشهد عم الزرقاء وشوارعها. محمد أبو علوان، رؤيا